جرت العادة في 8 مارس من كل سنة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. هذا ما أقدمت عليه كل من جمعية أصدقاء الصحة بتطوان وجمعية ساعدني على تنظيم أمسية نسائية قيمة بإحدى فنادق مدينة تطوان. بالشكر الجزيل لجمعية ساعديني حيث عملنا سويا على إعداد وتنظيم هذه الأمسية النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقد انطلقت الأمسية تحت شعار المرأة المغربية والأهداف الإنمائية الوطنية بكلمة ترحيبية من طرف كل من ممثلة المكتب الإداري لجمعية أصدقاء الصحة السيدة بشرى المالكي الطنجاوي ورئيسة جمعية ساعدني السيدة نادية أرقراقن. وكانت الأمسية فرصة لإبراز مكانة المرأة في المجتمع والدور البارز الذي تلعبه في تنمية كل المجالات الحيوية ومساهمتها الفعالة في بناء المجتمع من خلال محاربة الجهل والتخلف وتنوير المجتمع بالعلوم والمعرفة والثقافة في كل مجالات الحياة. وقد اختتمت الأمسية التي لقيت استحسانا من الحاضرات بتكريم السيدة فاطمة بوزيد بعد عطاءات جليلة في قطاع الصحة.